أبرمت دولة الكويت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو اليوم اتفاقية شاملة لفتح مكتب المنظمة الدائم للشراكة والاتصال في الكويت لدعم خطط ومسيرة التنمية الوطنية المستدامة وتوطين الخبرات الدولية. وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري بهذه المناسبة، قال إن الاتفاقية الموقعة اليوم تهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة مختلف القطاعات الزراعية والغذائية في بلادنا، وهي ثمرة مفاوضات وجهد متبادل منذ عامين لوضع استراتيجية وآلية عمل ترجمت إلى بنود تنفيذية تهدف إلى تطوير كافة قطاعات الهيئة العامة لشؤون الزراعة. أبرمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو اتفاقية تاريخية هامة مع دولة الكويت. وقع الاتفاقية عن الكويت معالي وزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري وعن منظمة الفاو مديرها العام الجديد دكتور شو تيو بحضور سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير الكويت لدى إيطاليا ووفد من الجانبين. هي الاتفاقية تتكلم عن كافة البنود المتعلقة في الأمن الغذائي والثروة السمكية وكل القطاعات مثل ما ذكرت في بداية حديثي. المهم في هذه الاتفاقية أن جميع الخبرات اللي موجودة في هذه المنظمة العريقة راح يكون لها مكتب في الكويت. يعني احنا مر علينا أكثر من أمر معين في الكويت في هيئة الزراعة واضطرينا يعني نلجأ إلى هذه المنظمة للاستفادة من الخبرات اللي موجودة. الآن صار في اتصال مباشر، الآن بعد توقيع هذه الاتفاقية صار في مكتب موجود في الكويت. If we enjoy a long cooperation, long close cooperation with the Kuwait. منظمة الفاو تتمتع بتعاون وثيق وطويل الأمد مع الكويت، وستحقق المنظمة نجاحا مثمرا من خلال إنشاء هذا المكتب الجديد. الكويت نقطة ارتكاز هامة بالنسبة للمنظمة، وسيتم من خلال المكتب الذي بدأ التحضير له منذ مدة تطوير الموارد البشرية في الكويت وتحقيق نهضة في بقية الموارد وخاصة السمكية. الاتفاقية التاريخية الثنائية الجديدة ستحدث نهضة زراعية شاملة ومستدامة وأيضا نهضة سمكية لخير الشعب الكويتي. كل هذا يعزز ويساعد ويساهم على التنمية الاقتصادية وكل ما من شأنه أن يجعل الكويت فيها أمن غذائي متكامل بشكل فني ومدروس وتقني ومبني على أسس علمية من خلال خبرات المختصين الموجودين في منظمة الفاو. تأتي هذه الاتفاقية لتأطير برنامج شراكة مهمة بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للغذاء والزراعة في تحقيق نقلة نوعية للأمن الغذائي. سيتم الاستفادة والاستعانة بخبرات أممية ودولية عبر المنظمة العالمية للأغذية، والتي من خلالها راح يكون هنالك مكتب في دولة الكويت. المدير العام لمنظمة الفاو أشاد أمام معالي الوزير بالدور الكبير لدولة الكويت مع المنظمة في مشروعات شتى لمساعدة الدول المحتاجة. هذه الاتفاقية التي تم العمل على إبرامها منذ عامين إنجاز تاريخي لخير دولة الكويت قيادة وشعبا، تقديرا لدورها الريادي في المنطقة والعالم. بالقاسم بكار، تلفزيون دولة الكويت، روما.